أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن العلاقات البحرينية المغربية في تطور مستمر، مما يتجسد من خلال تميز العلاقات التاريخية ومتانتها بين البلدين وعلى جميع الأصعدة، وما شكلته تلك العلاقات من تعاون وتكامل في مختلف المجالات بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تواصل البناء على ما تحقق من تعاون مستمر بينها وبين المملكة المغربية من خلال توقيع العديد من الاتفاقات التي أسهمت في تعزيز تلك العلاقات والارتقاء بها إلى مجالات أوسع، وهو ما تجلى من خلال حرص حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة على توطيد العلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية وتطويرها وتحقيق المزيد من التعاون بما يلبي تطلعات البلدين الشقيقين وتدعيم أطر الشراكة الاستراتيجية وتعميق روابط التضامن. جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر رفاع اليوم سعادة السيدة فاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمملكة المغربية الشقيقة، بحضور سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، مشيدا سموه بتنظيم الأسبوع المغربي البحريني للصناعة التقليدية الذي يأتي في سياق توطيد الروابط الثقافية والسياحية، ما يعكس حرص قادة البلدين في هذا المجال. كما أن إقامة مثل هذه المعارض المشتركة تعزز من فرص التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات في هذا المجال بما يعود بالنفع والنماء والازدهار للبلدين الشقيقين. وخلال لقاء تناول سموه مع سعادة الوزيرة أوجه التعاون المشترك بين البحرين والمغرب خصوصا في مجالات الصناعات التقليدية والسياحية، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني ويسهم أيضا في تنويع قطاعات الاقتصاد. من جانبها أعربت سعادة وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمملكة المغربية الشقيقة عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من اهتمام في تنمية وتطوير العلاقات البحرينية المغربية والارتقاء بها نحو آفاق أرحب.